أهلا وسهلا بكم أعزائي مشاهدي برنامج زاد الحبان، مرحبا بكم في حلقة جديدة. وكالعادة معانا وجبة من سوداننا الحبيب. وجبة اليوم هي الكجيك المعروف في جنوب السودان والنيل الأبيض. حنتعرف على طريقة شرائه وعلى طريقة تحضيره والقيم الغذائية الموجودة فيه، بس أولا حنمشي السوق عشان نشوف حنشتري وكيف. مرحبا بكم مشاهدينا في فقرة التسوق. وجبتنا لليوم هي الكجيك. نحن هنا مع الخالة، عايزين تورينا أو تدينا معلومات عن الكجيك وشنو. كل سنة وانت طيبة يا خالة. انت طيبة، ديك الصحة والعافية. الله يسلمي. رمضان كريم. الله أكرم. كيف الصيام معك؟ طيب كله كريم. طيب نحن نشتري منك كجيك يا خالة. تفضلي يا رب. الكجيك ده اصلا هو من وين بيجيبوه؟ يا نوع من السمك؟ السمك ده جايبينه من الجنوب. من الجنوب؟ اي. بعدك بنشفوه كيف؟ يلا والله دي انا ما بعرف حاجه، الناس يجيبوني يشتروني بيعي، بس ما عارفه بيعملوا كيف، بنشفوه كيف؟ عرفني بها بحال، قال لي حاجه جاهزه بس اجيبها ابيعها. خلاص طيب، ممكن تدينا منه نعمل بيه والليله ملع؟ طوالي تستاهلي يا بنيتي، يديك العافيه. ادينا طيب يا الله يبارك فيك. تسلمي. يلا دقي السمك دي، دقي ناعم وحمر لها بصل صفرة، كب لها ثوم، كب لها فلفل، كب لها بهارات، يطلع حاجة تمام. شنو بالقراصة ولا كسرة ولا؟ فارق عليك أي حاجة أنت ريحك بس. في الجنوب بياكلوا بشنو، عندك فكرة؟ كان عصيدة، كان عيش، كان كسرة، كان قراصة، الحاجة أنت ريحك بس تاكلي يا بني. رمضان بينفع؟ والله هو صدفة حق رمضان دي. خلاص نحن بنعمل وبنديك حق الضواقة معانا. يا سلام سلام، شكرا عليك، الله يسلمك. هذا البرنامج في رعاية صلصة الندى. لكل ست بيت تفاصيل في حياتها وأسرار اللي بتحتفظ بها، زي سر سعادتها وسر قوتها وسر ثقتها بنفسها وحتى سر علاقتها المميزة بزوجها، ودي تحديداً حنكشف تفاصيلها وسرها. صلصة الندى في وصفاتها هي سرها في كل وجباتها، وهي مصدر إلهامها وكل سعادتها. جربي صلصة الندى وصدقيني حتسعدي وأبداً ما حتندمي. صلصة الندى، الجودة التي لا تضاهى. رجعنا من ثاني أعزائي المشاهدين بعد ما أخذنا جولتنا في السوق وعرفنا كيف حنشتري الكجيك. معنا ضيفة البرنامج زينب، رح تحضر لنا اليوم. مرحبا بك يا زينب. كيفك؟ نهارك سعيد؟ الحمد لله، الله يسلمك. ومعانا خبيرة التغذية دكتورة خديجة أحمد، مرحبا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. خلونا مشاهدينا نشوف مع زينب المقادير اللي حنستعملها في تحضير الكجيك. مقاديرك شنو أو مكونات وجبتك شنو يا زينب؟ مكونات الوجبة البصلة والزيت والكجيك في حد ذاته وبهاراته، صلصة والويكة والحاجات دي. طيب ممكن توري المشاهدين شكل الكجيك أصلا عامل كيف، وانت عملتي له شنو، دقيتيه؟ ايوه، ده الكجيك هو اصلا سمك، لكن قطعوه شرايح كده وضفروه. بعدين انا جيت سحنت منه ده، دقيته بالفندق، ولا لو عندك سحانه تسحني بالسحانه. تمام اوكي. طيب يا دكتوره، الكجيك هو سمك، هو نوع من انواع السمك. اهالي المنطقه دي يمكن بترحلوا كثير او عندهم مشكله في تسويق السمك عشان يقعد معاهم فتره طويله، فقاموا اعتمدوا الطريقه بتاعت التجفيف للسمك. فعايزين نعرف القيم الغذائيه للسمك عموما، ونشوف بعد ذاك هاي القيم الغذائيه دي اختلفت بعد ما قمنا بعمليه التجفيف. ايوه طيب، اول حاجه السمك فيه كميه من الحاجات المفيده للعقل. يعني السمك دائما مربوط بصحه الجهاز
العصبي وصحة العقل تحديدا والنمو السليم للعقل. أول حاجة لأنه بيحتوي على أحماض الأوميغا 3 اللي هي بتساعد على نمو الخلايا اللي أصلاً بتربط جزيئات المخ ببعضها، الفصوص بتاعت المخ الاثنين بتربطهم ببعض. السمك برضو فيه بروتينات، بروتيناته كمان سهلة الامتصاص، سريعة الامتصاص، مدعمة بجميع الأحماض الأمينية اللي فيه. أيوة. تمام، خلينا نشوف زينب عملت شنو. عملت شنو يا زينب؟ طبيت البصل والزيت، عايزة أصفرة حتحمريها شوية. تمام. وطبعا هي الملح ده حناكله بالعصيده، خطيت هنا مويه العصيده. تمام اوكي. هتستعمل ايه ديات ودقيق العصيده؟ الدخن بس حاليا هستخدم الدامرقه. الدامرقه؟ الدامرقه دي نوع من الدخن المكشور. مكشور اوكي تمام. طيب يا دكتوره، هل تختلف القيم الغذائيه في السمك البحري، سمك البحر وسمك النيل؟ هل في فرق في القيم الغذائيه بيناتهم؟ ايوه، سمك البحر بيحتوي لنا على اليود. اليود ده اللي هو الناس اللي بيكون مثلا ما عندهم يود شنو دائما بنلاحظ عندهم تضخم الغده الدرقيه. الحاجه دي اكثر شيء في الغرب، بس الغرب شويه بيعانوا منها، بتكون عندهم تضخم شويه في الغده الدرقيه. نقص اليود بيؤدي لحاجات كثيره، يعني من ضمنها دي من ضمنها تقليل مثلا في الجهاز المناعي، مشكله ثانيه في الجلد، فبتجيهم منها كم حاجه. سمك النيل ما فيه او نسبته قليله اليود. طب ده السبب يعني لانه ممكن هالمنطقه دي بيعتمدوا على السمك النهري ولا المشكله في النظام الغذائي بتاعهم؟ هو اصلا ما عندهم، لانه هم بيعتمدوا على السمك النهري. عشان كده اليومين ده طالع ظاهره الملح المؤيدن، الملح المؤيدن. فعشان كده ليه؟ لانه النهري ما فيه، السمك في البحر بيعتمد على الاعشاب الموجوده في البحر بياكلها. بيقوم لما ياكلها بتكون امتصت الاملاح الذائبه في المويه اصلا بتاعت البحر، من ضمنها اليود. فذاك بيكون غني باليود، ده اليود فيه ضعيف شويه او في وحدات بيكون منعدم تماما مرات. طيب ده الفريق الوحيد اللي بيكون بيناتهم السمك النهري غير كده ذاك طبعا طاعم بيقولوا شويه لانه الملح اصلا في البحر. ايوه. طيب نحن كيف ممكن نوازن الحاجه دي؟ انه نحن مثلا اعتمادنا الكلي او اعتمادنا الاساسي على سمك النهر او النهري. أيوة. كيف نحن ممكن نعوض الحته بتاعت اليود فيه؟ نجيب السمك نجيب الملح المؤيدن. في املاح يعني كم ملح كده منتشرين، فبس نجيب ملح يود. طب نحن سمعنا قبل كده يعني كان في كلام عن انه السمك المؤيدن الملح المؤيدن فيه اضرار، ونحن ما نستعمل الملح العادي. لا بالعكس، الملح ده تم تصنيعه مخصوص عشان يعوض الحاجه دي، يعوض النقص ده. بس عنده حاجه واحده، الملح المؤيدن ما بتضاف في النار. يعني بعد تطبخي تنزلي وتحط تضيفي الملح، لانه لو حطيتي اليود في النار بتفقد. ايوه. ممكن في ما بيكون فيه اي فايده. بالضبط، بتخسر اليود. نحن اصلا ضايفينه عشان نزيد اليود، فلما ننزله من النار بعدين نضيفه، لو ضفناه في النار حيتفقد اليود. طيب شنو الحاجات اللي بتظهر في جسم الانسان لو اتفقد منه اليود؟ بيظهر فيه كم حاجه. اول شيء منها تكرمش كده في الجلد، بتظهر العلامه البارزه اللي هي بتاعه تكبر الغده الدرقيه، بتكبر في الرقبه. ايوه في الرقبه. هنا بيكون الحته دي عنده متورمه. دي بتقوم تؤدي لحاجات تانية كثيرة، منها إنه زول مثلاً بيجيه تخزين دهون عالي في جسمه وفجأة وزنه بيزيد بطريقة عالية. منها بتجيه مشاكل تانية هرمونية كثيرة. مشاكل هرمونية حتى ممكن تؤدي بعدينك ل يعني ضعف جنسي، يعني بتؤدي لحاجات تانية أبعد. تمام. طيب نشوف وصلتي وين. لسه البصل، لسه البصلة، لكن هسه الموية بتاعت العصيدة جهزت، فعايزة تمام شنو امدده دي بمعنى شنو؟ تمدديه دي جديده الليله. بمعنى انه حضيف العجين، تضيف العجين. ايوه اوكي. العجين مخمر ولا مثلا الدقيق بتاع عزات، واضيف له مويه واجي اضيفه في الحله هنا. تمام اوكي. على اساس شنو ديت؟ العجين ده لما ينجط بدينا العصيده تكون نجيضه. اوكي تمام. خلاص طيب نخليكي تصوتي العصيدة بتاعتك ونطلع معاكم مشاهدينا فاصل ونرجع لكم مرة ثانية. رجعنا لكم من ثاني أعزائي المشاهدين. دكتورة، نحن بنعتمد في السودان على طريقة التجفيف للمأكولات، فعايزين نتكلم عن التجفيف بصورة خاصة للسمك. هل التجفيف ده بيفقده من القيم الغذائية الموجودة فيه ولا ما بأثر؟ السمك تحديدا ما فيه حاجة تتفقد بالتجفيف، لكن بيبقى بعد ده عندنا محاذير، يعني حاجات بنخاف منها شوية في مرحلة تجفيف السمك، اللي هي بنخاف من نمو البكتيريا. يعني مثلا نراعي الجو يكون كيف، الرطوبة، نراعي درجة الحرارة، نراعي الضوء، لأنه
في انواع بكتيريا بتنمو في السمك المجفف فدي بتفرز سموم. السموم دي هل بعدين بتؤدي لتسمم الغذاء اللي بيجي من السمك او مرات بتاثر شويه على الجهاز العصبي. تمام. طيب وصلتي وين يا زينب؟ شايفه بصلتك اتحملت خلاص. بعد كده حاضيف الكيك بتاعي قبل، انا قلت لكم ده هو وده مسحوم، ممكن انا اكب المسحوم ده لكن انا عملته بطريقه ثانيه. طيب. اديته غاليه في النار وضربته بالخلاط. انت ما شاء الله عليك يا زينب بتسهلي علينا الامور. اكبه مع البصله طوالي على اغلى شويه وحاضيف له الصلصه بتاعتي طماطم. طماطم مخلوط. طماطم مخلوط وصلصه. صلصه الندى اكيد. ايوه معنا. لكن طبعا احنا اهلنا هناك في الغرب الصلصه الناشفه ولا البندوره المنشفه. بندوره منشفه. منشفه اوكي تمام. طيب يا دكتوره يا زينب معلش. أيوة. زينب عايزين نعرف الدامرقه ده اصلا كان دخن. ايوه. بيجي دامرقه كيف؟ بيجي دامرقه كيف؟ بيجيبوا الفندق طبعا معروف زي الفندق ده لكن عليه اكبر، بيقوموا كب الدخن فيه وبيرشوا بحبه مويه بسيط وبشكوه يعني نظام قشره. اتقشرت بعد ما اتقشرت تتغسل وتكبوها في ازيار زي دي. وكبوا عليها مويه ودوها زي يومين ولا ثلاثه يوم تتخمر. بعد ذاك يجي يشيلوها ويعرضوها للشمس تنشف ويمشي يعملوها يطحنوها بقوها دقيق بالطريقه دي اسمه الدامرقه. طيب يا دكتوره زي ما زينب وصفت لنا كان دخن وبقى دامرقه، هل في اختلاف بين القيم الغذائيه بين الاثنين؟ ايوه. لما كان دخن كان فيه القشرة اللي برا اللي هي دي بتحتوي على الألياف اللي أصلاً قاعدة في الدخن. لما بقوه دامرقة كده خسرت الألياف بتاعتها، لكن لما يتخمر زاد الإتاحية بتاعت امتصاص المواد الغذائية الأصلاً فيها، فبيرفع السعرات الحرارية فيها. ليه؟ لأنه بنقدر نمتص أكبر كمية من النشويات، أكبر كمية من البروتينات الموجودة فيها. ده في الدامرقة. ده في الدامرقة. يعني هي كسعرات حرارية الدامرقة أعلى من الدخن العادي. طيب والقيم الغذائية حتبقى هي أقل لأنه نقصت من الألياف؟ القيم الغذائية حترتفع لكن نحن حنفقد الألياف، ممكن نعوضها بحاجة تانية. تمام. طيب معناه نحن ممكن نستعمل الدامرقة في فطورنا في رمضان عشان نعوض به الطاقة. أيوة. اللي نحن حرقناها أثناء الصيام. أيوة. غرقتنا دكتورة. ممتاز. غير كده القمح بالذات فيه اختلاف من ناس الزرة والحاجات التانية اللي هي في نفس مجموعته. هو دهنه زيادة. ديرك غالبا كل بيقول إنهم قليلات الدهون قليلات الدهون، هو فيه دهون زيادة. فيه دهون زيادة. تمام. وصلت وين يا زينب؟ وصلت على إنه بعد ده إضافات الحاملة اللي هو حطعم ملح وبهارات. ملح بهارات. ده الملح. تمام. وحبة فلفل. فلفل أسود أكيد. والثوم طبعا حاجة ثابتة. والكزبرة. كزبرة. بعد ده طبعا مشاهدينا زي ما انتم عارفين زينب بتشتغل بالاحساس، يعني ما عندها ملعقه وملعقتين. ايوه براي كده من نفسي بكون وزنت الحاجه اللي قدامي دي. أوكي. عايزه شنو ما عايزه. تمام. بعد كده هقوم شنو اضيف حبه مويه شويه لمقياس الملاح اللي انا عايزه. رجعت لك للمقادير اللي بتقوليها. يعني مثلا عايزه ملاح كثير ولا ملاح شويه. طيب اوكي. على حسب بصلتي اللي عملتها والكجيك. طيب اضافه القرفه بتشيل لنا الطعم اللي بيكون غير محبب بتاع السمك ده يا زينب؟ والله ممكن. يلا انا قاعده احبس حاجه اسمها. ولا بتكتفي بالثوم؟ ممكن الثوم هو بغطي عن اي شيء لكن برضه ممكن نرميها. ممكن نرميها. بس تبع كلامي طبعا. طيب يا دكتوره كده عندنا الكجيك وعندنا العصيده بتاعتنا، رايك شنو في الوجبه دي كفطور في رمضان؟ هل بتحبي زي انها تكون فطور او نخليها للعشاء؟ للعشاء بتكون ثقيله شويه، ممكن تكون للفطور احسن. الناس برضو تراعي ان هل هي قبل كده جربتها، هل هي معدتها اصلا مستحملاها ولا لا. السمك الناس حتى المجفف، حتى السمك المجفف او السمك اللي هو صاحي، فالناس تعمل حسابها شديد لانه هو سريع التسمم. ونحن في رمضان اصلا الزول ايوه يعني بتكون بطنه حساسه شويه وكذا. ايوه. وطبعا الجو حار. طيب يا دكتوره في عدد حصص المفروض نراعي لها اثناء تناول الكجيك؟ يعني في حصص معينه اثناء الشهر او اثناء الاسبوع؟ هو عموما بيقول لك انه الاسماك والفراخ مفروض نتناولهم اكثر من اللحم البقري او اللحم الضاني، اكثر من اللحم الاحمر.
فهو ما عنده عدد حصص معينة، لكن بس دارين نحذر منه ناس الضغط تحديدا، لأنه حاجاته مركزة. ناس الكيلة برضو الفسفور فيه مركزة، يعني حاجاته بقت مركزة لأنه سمك مجفف. فديل يعني احذر شوية من الكجيل. طيب تمام. طيب مشاهدينا نحن ننتظر ملاحنا يطلع ونطلع معاكم فاصل ونرجع مرة ثانية. لكل ست بيت تفاصيل في حياتها وأسرار بتحتفظ بها، زي سر سعادتها وسر قوتها وسر ثقتها بنفسها، وحتى سر علاقتها المميزة بزوجها، ودي تحديداً حنكشف تفاصيله وسرها. صلصة الندى في وصفاتها هي سرها في كل وجباتها، وهي مصدر إلهامها وكل سعادتها. جربي صلصة الندى وصدقيني حتسعدي وأبداً ما حتندمي. صلصة الندى، الجودة التي لا تضاهى. ورجعنا من تاني أعزائي المشاهدين، وجبتنا تقريبا انتهت. ولا شيء يا زينة؟ أضفت شنو نحن ما في شيء؟ عملت العصيدة اللي تحت الدامرقة اللي هو المديدة كانت في النار وتقلتها بالدقيق، والملاح هنا لا يفتل لا يوك بالويكة. أضفت لي والويكة. أضفت لي والويكة. ممكن نفتحه عشان. طيب تفضلي. بعد ممكن نقدمها. لا يكتب بالويكة. تمام. لا يكتب بالويكة بعد. ممكن يتأكل بكسرة كمان وبقراصة. بكسرة وقراصة دي غاية ما متأكدة لي. القراصة دي ما متأكدة منها. تمام. عندك مشكلة أنت مع القراصة يا زينب، لاحظت عليكي. ها؟ ما بتحبي. ما عارفة بالضبط هي بياكلها بشنو وشنو، لكن على ما أعتقد بكل حاجة فيها لايوب. أي شيء فيه ويكة. تمام؟ يلا صحن العصيدة. الملاحنا طلع. تفضلي. طيب يا دكتورة كده وجبتنا طلع، الناقصة شنو؟ وجبتنا ممكن نقول ناقصة السلطة، ناقصة الألياف. بس ناقصة الألياف، ناقصة سلطة، لكن وجبة غذائية جميلة متكاملة. فيها الليلة حاجات صحية جدا للعقل. جايبينها من السمك. عندنا عصيدتنا بتاعت الدامرقة حترفع علينا الكالوريز عالية، تدينا طاقة كويسة شديد للصيام. للصيام. طيب شكرا لك يا زينب ما قصرتي. شكرا على وعيك. ولسه 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 حتكوني معانا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك يا دكتورة، تسلمي. الله يخليك. وبكده مشاهدينا انتهت فقرة ست البيت، ننتقي في فقرة يا صايم قومي تسحر ونشوف محضرينينا شو سحر. مرحب بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين في فقرة يا صايم قومي تسحر. اليوم وجبة السحور اللي حنحضرها هي وجبة متعارف عليها تقريبا في جميع أنحاء السودان، اللي هي النشا. هنتعرف على الفوائد الموجودة فيها وحنشوف طريقة تحضيرها مع ضيفة الفقرة زينب. مرحبا بك يا زينب. رمضان كريم عليك. الله أكبر. طيب حتحضري لنا النشا. نحن عارفين النشا بنستعملها كثير في مناسباتنا في السودان، فعايزينك تورينا مكوناتها كيف وحتحضريها لنا كيف اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. النشا ولا المديدة هي بنصنع من أي ذرة، إذا كانت دخن ولا باقي نوع ذرة. فهسه حاطرح لكم طريقة التحضير. التحضير طبعا أول شيء حيكون عندي العجين خمير طبعا، يعني يكون خمر. بقوم بجيب الحلة والمقدار اللي أنا عايزاه وحصفيه كده بالمصفى. شايفاكي ضايفة القرفة والهبهان. أيوة دي مكون أساسي في النشا. أساسي يعني مثلا هبهان، قرفة، قشر برتقان، قشرة ليمونة، عشان تدينا النكهة. عشان تدينا نكهة معينة. تمام. كده هنشيل نحطها في النار. صفينا العجين الخمير. يجي نضيف له موية الكمية المعقولة اللي احنا عاوزينها. تقريبا الكمية اللي حتعمليها دي بتكفي كم شخص تقريبا؟ يعني نفرين ثلاثة. نفرين ثلاثة. تمام. يعني باقي الطاقم اللي معانا ما حياكل، حناكل انا وانتي وزول ثالث. ممكن نزيد يعني كثير. يمكن نفر واحد. تمام اوكي. ابدا اصوب كده على اساس ما تكردم بالمعنى السوداني. طيب
طيب يا زينب هنخليك تحرك العجين بتاعك ونطلع مع مشاهدينا فاصل ونرجع لكم مرة ثانية. لكل ست بيت تفاصيل في حياتها وأسرار اللي بتحتفظ بها، زي سر سعادتها وسر قوتها وسر ثقتها بنفسها وحتى سر علاقتها المميزة بزوجها، ودي تحديدا حنكشف تفاصيلها وسرها. صلصة الندى في وصفاتها هي سرها في كل وجباتها، وهي مصدر إلهامها وكل سعادتها. جربي صلصة الندى وصدقيني حتسعدي وأبدا ما حتندمي. صلصة الندى، الجودة التي لا تضاهى. وتقريبا النشا بتاعتنا طلعت. طبعا النشا يا زينب بتعوضنا في الصيام، لانه الدقيق اللي فيها بروتين عالي، غير كده فيها الالياف، البروتين ذاته بدينا طاقة، فيها الطاقة اللي حنحتاجها عشان نصوم بها ثاني يوم. نحن عادة يا زينب بنستعملها في مناسباتنا، بنديها للمرأة الوالد عشان تعوض لها ولولدها، ولا أنا غلطانة؟ أيوة صح. لزول المريض لزول ما بياكل مثلا، تعبان فاقد سوائل، ممكن نديه النشا طوال يشربها، فبتعوض كثير من العناصر الغذائية اللي بيفقد الجسم. طيب انا شايفاك انت محضره لنا اضافه عايزه تضيفيها له. ايوه بالنسبه للنشا كده هي يعني، لكن دي الطريقه الاصليه او الطريقه الاساسيه كده يعني، النشا بتدعمي. أيوة. لكن هي اصلا دي كده الوجبه الاساسيه الاصليه تشرب دافيه في السحور وساعه الافطار بعد البلحه وجرعه المويه مباشره. فعلا احنا المعده المفروض ما نباغيها بحاجه بارده، لانه بتحصل لنا بعد تقلبصات ومغص، حتتعبنا بعد الافطار، لانه اصلا المعده بتكون فاضيه. فالنشا الدافيه بتروق علينا، بتخليها تستوعب باقي الاكل. أيوة. طيب اضفت السكر، ضفت لها السكر الطعام اللي انا عايزاه. طبعا في ناس بيشربوا سكر خفيف، في ناس بيشربوا بدون سكر، المهم إضافة سكر. طيب الإضافات اللي حتضيفيها لنا شو حتغيري بيها الوجبة؟ يعني ممكن نعتبر الإضافات اللي أنا هعملها الكركديه والقنبليز، ممكن مثلا لو العجين بتاعي ما كان خمير، والحموضة أهم شيء. يعني أنا ممكن أكون عملت النشا ده ولما تجي تشربيه وتلقي حامض شديد ما تقدر تبلعيه. لازم توزن الشي ده. بتوزني بيه بنكهات من برا؟ لا، من العجين ذاته ممكن. ولو لقيت فيه وي يعني مثلا لقيته فطير برضه. فطير ما حتقدر تشربيه، وحامض شديد ما حتقدر تشربيه. توزنيه. هسه انا شايف عجيني ده مثلا كده ظابط، لكن عايزه شنو؟ اكتر في حموضته. الكركديه طبعا هو حامض، القنقليز فيه حموضه. طيب ممكن نعمل هسه كده النشا دي مكتملة كده، ممكن تشرب كده. كويس معاك؟ نجي نعمل لنا منها. حطي في الكركديه، الكركديه عاملاه مركز. اضيف هنا من الكركديه. طبعا الكركديه برضو في رمضان مفيد جدا، لانه بشيل السخان اللي في الجسم، الحراره، بنزل ضغط الدم، ممكن يكون مرتفع اثناء الصيام عشان تغيير النظام الغذائي، بيدينا الطاقه والحيويه والنشاط اللي حنحتاجه لتاني يوم، بيعوضنا برضو من السوائل اللي بنفقدها اثناء الصيام. طيب يلا دي نشا، حطي فيها بعد ترفعيه من النار، ممكن في النار وممكن برا النار. طبعا احنا بنخاف على الكركديه لانه اقل نار بيغير اللون. ايوه الحلو بتاعه ده. أيوة بيقلب على سواد. لو قبيتيه بوزن معين ما بيتغير. ما بيتغير. أيوة ما بيتغير النار، ما بتغير لونه. ما بيتغير لونه، يعني معلومتي طلعت غلط. يلا كده. طيب دي نشات الكركديه. دي الكركديه ايوه جاهزه. تمام، حضيفه الكركديه برضه. طبعا انا قريت قبل كده انه التبلدي ده علاج لكل داء، فيه اي حاجه ممكن نتخيلها، فيه كالسيوم اكثر من اي ماده ثانيه او اي مشروب او حاجه ممكن تاكلوها ثاني. داخل فيه تركيبه كثير من الادويه، فنحن والله السودان ده غني بحاجات كثيره يا زينب، لكن احنا بنفتش برا ما جايبين خبر. ويعني انا بتذكر القنبليز ده، انا طبعا من جنوب كردفان من سيرية بالتحديد، وبتذكر انا عمري 5 سنين بسرح مع اخواني الكبار،
فكانوا عندهم يعني شجره التبلدي عندنا هناك. طيب فبيقوموا بيطلعوا الشجره وبينزلوا القنقليز وطبعا حجم كده كبير الحبه بتاعته بيفتحوه من غنمنا بيقوموا بيحلبوا اللبن فيه يعني يدوه خرمه كده ويحلبوا لنا فيه اللبن ويهزوه كده ونشربوا حاجه لذيذه شديد عليك الله من غير سكر غير من غير اي حاجه حاجه جميله شديد خاص بيجي الشباب يجهزوا لنا رايك شنو ان شاء الله يا رب. طيب وكده مشاهدينا انتهت فقره يا صايم قوم السحر. شكرا لك يا زينب ما قصرتي يديك العافيه واكيد حتكوني معنا في حلقات اخرى من برنامج ذات الحبان. مشاهدينا بكده انتهت زاد الحبان نلتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى خليكم دائما في رعاية الله إلى اللقاء.